وعالم العبايات هو اللي عم نحاول نعمله على الموضة أكتر من قبل. يعني عم نحاول نعمل العباية تواكب الزي العصري وتواكب صبايا هالجيل. وفي كتير أصلاً عالم بحبوا العبايات. أنا بعرف بالعراق يعني كيف إذا كانت العباية هيك ترندي وعلى الموضة. فاليوم بدنا نشوف شوي شغلك مؤخراً وبدي أجربهم. اهلا وسهلا فيك هنادي. خبرينا شوي عن الستايل اللي انت بتتبعيه لتصمم العبايه. هل في ستايل معين ولا كل عبايه عندها الستايل تبعها؟ او مما لا شك فيه انه بحر العبايه واسع، والعبايه ما بتختلف عن فستان السواري لانه بتتبع معالم الجسم، ولكل سيده لاين معين مخصص وبيلبق لها اكثر من شيء ثاني. يعني مثل ما نحن في فستان بيلبق لقصة جسمنا، في عبايه بتلبق اكثر من عبايه لقصة جسمنا، حتى كالون كمان يمكن يلبق لنا اكثر، وتيساج وقصه، لانه حتى العبايه حقلها كثير واسع. نحن عندنا العبايه، عندنا الكيمونو، عندنا الكارديغان، عندنا الكافتون المغربي، هودي كلهم بفوتوا ضمن نطاق العبايه. اها، كنت فكرهم كلهم نفس الشيء. انا على فكره لا ابدا حتى في فرق من مدينه لمدينه بالزي، يعني هو صار من الزي التراثي للحداثه. فينا نقول العبايه منا شيء حديث، نحن اللي عم نحاول نحدث هالعبايه لحتى تضل هالاجيال اللي عم تجي تحب هيدا الزي، لانه هيدا زي كثير جميل ولازم نحن نتمسك فيه. هيدا زي شرقي مميز جدا. صح 100%. لاحظت كمان انك كثير بتتبع الشك بالعبايات وحتى بالفساتين، فساتين السهرات اللي انت بتعمليها. يعني لمسه الغنى بتعطي نفحه غنى على القطعه. يعني حتى نطلع من السمبلسيتي بنزيد عليه هيك شويه اكسسوارز، شويه تطريز، القماشه بتكون سبيسيال. طبعا اللي عم بيصمم عبايه وعنده خلفيه مصمم ازياء بيختلف عن تكون عبايه يوميه موجوده بالسوق. 100%. يمكن لانك انت مصممه ازياء ولك 20 سنه خبره بيعطيك احتراف اكثر لما تعملي عبايه، بتطلع اجمل يمكن من حدا بس عنده بزنس عبايات. 100%. فمبين يعني في كثير شغل مثلا عن العبايه اللي انت لابستيها. عم لاحظ الحجار يلي محطوطين، التفاصيل الممله، يعني ادق التفاصيل مشغوله عليها كثير.